الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. المدرسة هذه مدرسة تابعة للمسجد، مدرسة قرآنية للاسم تها جعفر بن أبي طالب، يعني هذا القسم تابع للمسجد، هذا الجناح تابع للمسجد، الجناح هذا تابع للمسجد. المسجد قلنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، والتلاميذ هذو يدرسون الوقت تاعهم الصباح من 8 ل 11 الساعة 11، والمساء من الساعة 2 للساعة 5. الشيخ عرفنا بالتلاميذ هادو، عندهم يقروا في المدرسة ويجوا هنا ولا كيف؟ تلاميذ منهم من يزاولون دراسة طوال السنة، ومنهم يعني يقرأ يدرس في هذه العطلة فقط، في هذه العطلة، ومن بعد يلتحق بعد العطلة بالمدرسة. الاهتمام شوية راه ناقص، الاهتمام تاع بالقرآن الكريم راه. دير رسالة لأولياء الوالدين تاع. يعني أنا الشيء اللي نتكلم نوجه رسالة لأولياء التلاميذ باش يهتموا بالقرآن الكريم، يهتموا بأولادهم، يعني يشوفه كي راه داير، يتابعه من يروح للجامعة ويجي عند الشيخ ويسأله، قال له يقرأ ما يقراش، يكتب ما يكتبش كذا. يعني الأكثرية لا يعرفون الكتاب، أكثرية يعني يجيك تقول له يا أيها الذين آمنوا، ما يكتبهاش، ما يكتبها لكش. والسبب علاه؟ السبب السبب راجع لل عدم متابعة الأولياء، عدم الاهتمام. يعني كاين فرق، احنا عندنا خط العثماني أو ورش، يعني الكتابة تاع القرآن الكريم والكتابة في المدرسة. يعني في المدرسة يكتب يا أيها الذين آمنوا، مش كيما المسجد. نعم، مش كيما المسجد، عندنا الخط تاع ورش ولا العثماني، وفي المدرسة عندهم خط واحد آخر. يعني كي تقول اكتب لي يا أيها الذين آمنوا، ما يكتبها لكش، ما يكتبهاش، يدير لك الياء عندها الآليف ويزيد أيها، يدير لها ثاني آليف. حنا لا، يا أيها تكتب الياء والآليف والياء والها والآليف. يا لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالدي وولد، لقد خلقنا لسان في كبد، أيحسب أن وما أدراك من العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيم لا مغربة، بالصبر تواسوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار موصدة. الشيخ سؤال، الأولياء تاع التلاميذ راهم يهتموا بولادهم ويجوا يسقسوا عليهم ولا؟ القليل زعما يخليه، القليل وما هم يقول له روح اقرا وخليه، المهم يجيك في الباب، يعني الأكثر يجي روحه. ف
فضل هذا هي ممنوع ممنوع به يجي المدرسه راه يروح وحده ويديه للاب تاعه ويسجله وفيها وثائق وفيها لكن المدرسه القرانيه يعني شنو الوثائق اللي قدموها باش يجوا عندكم كاين شهاده ميلاد وصوره والسن والسن تاع يعني قداش ماكسيموم الاخرى شهاده ميلاد يعني تقبلوا كل الفئات البنات والاطفال والذكور السن تاعهم ما يتجاوش الا خمس سنوات حتى يعني 20 25 30 يعني قال لي بغي يتعلم المدرسة 50 عام حتى 60 عام حتى واحد يعني كل يعني المدرسة مفتوحة طول السنة ولا في العطلة طول السنة فقط؟ طول السنة راكم هنا مفتوحة طول السنة إلا العطلة تاعتنا اللي زيد الشيخ من فضلك دير النداء للأولياء قول لهم ماذا بهم باش يجيبوا ويهتموا بولادهم ويجيبوهم نوجهوا نداء لأولياء التلاميذ وللأحياء يعني حي القيطنة بلدية تغنيف يعني يهتموا بالقرآن الكريم يرسلوا أولادهم ويهتموا بهم باش يتنوروا بقراءة القرآن الكريم ويفتح عليهم ربي ويجعلهم يعني وحنا شنو قلنا يا شيخ؟ انت الله يحفظك الله يسترك الله يشفع فينا وفيك القرآن الكريم والله يعطيك الخير والبركة إن شاء الله وراك ساعي في هذا الميدان يعني ما تخافوا إن شاء الله إن شاء الله الله يحفظنا يجعلك من أهل القرآن إن شاء الله إن شاء الله بارك الله لأنهم أهل الله وخاصته إن شاء الله بارك الله فيك الشيخ على حسن الاستقبال الله يبارك وإن شاء الله نتمنى لك النجاح في هذه المهمة مع الأطفال مع البراعم إن شاء الله